اختي اليوم باش نضامنوا مع يعني الاسر ديال الضحايا ومع الشعبين ديالهم باش نبينوا بان هاد السمات هادو ماشي ديال المغاربه وماشي ديال البيت المغربي ولا الاسره العائله المغربيه، وجينا باش نبينوا يعني للعالم باننا مستعدين بجانب السلطات المحليه والامنيه باش نحميوا الزوار ديال المملكه ديالنا. حنا ضد هاد الجريمه الشنعاء التي تتنافى الاخلاق ديالنا والمملكه المغربيه والاخلاق ديالنا والدين الاسلامي. حنا درنا هاد الوقفه هذه باش نبينوا للناس نبينوا الشعوب الاخرى على ان المغرب بلد تسامح، بلد تعايش، الناس تعيشين بخير. يعني هذا الشيء اللي وقع في المغرب ماشي الناس ديالو اللي داروه، يعني ان هذا الشيء جانا على برا، هذا الشيء ما عارفينوش من قديم الزمان. حنا تنعرفوا الناس عايشين يهود ونصارى ومسيحيين ومسلميين في حي واحد، انه في تعايش ما فيه لا تفرقه بدون شيء. اذا هذه وقفنا هذه كاشاره انه تضامن مع الاخوان ديالنا والناس اللي توفى، ومن هذا المنبر هذا انه تنوجه لهم العزاء ديالنا الكامل وشكرا. حنايا كمهنيين في القطاع ديال هذا المجال ديال السياحه كنستنكروا هذا الفعل الاجرامي اللي هو وقع، وحنايا كفاعلين سياحيين وكمستثمرين سياحيين حنايا كنبغيو البلاد ديالنا باش تزيد للقدام، ولكن الغيره اللي عندنا حنا مع هذه البلاد خص يكون التنظيم ويكون الناس بان عندهم هذا المشكل هذا اللي كيوقع لهذ السواح ما يدخلوش لهذ المناطق الوعره بوحدهم. لذلك حنا كنستنكروا هذا الشيء ما موجود حتى في شي ديانه سماويه، لا في الاسلام ولا في اليهوديه ولا في المسيحيه ولا في اي كتب السماويه اللي نزلت. حنا كنستنكروا هذا الشيء، ولكن حنا كنطلبوا من الناس اللي هما فاعلين على هذا القطاع هذا باش يكونوا توجيهات كبار ويكون مكتب للارشاد السياحي كاين موجود في المنطقه، ويكونوا الناس قبل ما يغادروا المدينه ويطلعوا للرحله باش يطلعوا للجبل باش يوعيهم هاد الناس هادو ما كيتوعاش. ولا الا كانت النقص اللي كاين ديال المرشدين السياحيين الجبليين اللي كاينين في ذاك المنطقه، كاينين 5 ولا 15 ولا 20 ما كاينينش كافيه. ولذلك وقفه تضامنيه البارح فما يزيد 600 سائح اللي كانت البارح في المنطقه ديال شمهاروش، ذلك دليل بان المنطقه مازال زايده للقدام والناس ما خايفينش والحياه تستمر. إذا عندك ضيف ومات عندك راه مصيبة، وعاد بالطريقة الوحشية اللي ماتوا بها. كنستنكروا الدين كدولة مسلمة كمنطقة سياحية كبلاد لاكوي مراكش، يعني بلاد لاكوي من زمان. كنستنكروا كفاعلين سياحيين كمرشدة سياحية كنستنكروا يعني يوقع في هاد البلاد وفي هاد الظروف لي زانفيتي كيتسماو لي زانفيتي وسائحين ما كيجيو لواحد البلاد الا وكيحبوها. يعني فهاد من هاد المنبر كنقدموا تعازينا الحارة لعائلاتهم ولبلدانهم، وتنقولوا لهم راه حنا رافعين اليد على هاد اي واحد جاهل قاري راه ما يوقع، حتى المغاربه ورجال يوقع لهم هذا كنستنكروا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.